أهلا بيكم. عاوزكم تتابعوا حدة التصريحات الصادرة أو التلاسن الصادر ما بين أمريكا والسعودية على خلفية إيه؟ هناك صحفي سعودي ما تقدرش تقول أنه كان شديد المعارضة لنظام الحكم السعودي، بالعكس هو قاعد في أمريكا بقاله سنة، اسمه جمال خاشقجي، وده كان بيكتب مقالات في الواشنطن بوست، لكن لا تستطيع ان انت تصفه انه من غلاة المعارضين. هو ليس مثلا اسعد الفقيه اللي هو من غلاة المعارضين لنظام الحكم السعودي، لكن هذا الشخص جمال خاشقجي اللي ما تابعش ذهب الى القنصلية السعودية في تركيا ولم يخرج منها، هكذا قالت خطيبته، واسرته بتنفي ان هو خاطب، ده راجل عنده 60 سنة، ولما يبقى عندك 60 سنة فانت ما بتخطبش، انت بتتجوز على طول. لكن في بقى قضية حصلت دلوقتي العالم كله بيتكلم عنها، اللي هي اختفاء جمال خاشقجي. السعودية بتنفي انها قامت بقتل جمال خاشقجي او خطفته او سببت ليه اي صورة من صور الاختفاء او الضرر، لكن امريكا بتقول النهاردة على لسان ترامب ان امريكا ستوقع اشد العقاب او عقاب شديد جدا للسعودية اذا ثبت انها قتلت جمال خاشقجي. طبعا كلام بيطلع من ترامب بيترد عليه من وزير الخارجية السعودي، طب قرب لنا كده، طب شوف انت لو فكرت تعمل ايه احنا هنعمل ايه. النهاردة انت امام ازمة ضاغطة قوية جدا قد تغير المعادلات في المنطقة كلها، ممكن الدنيا كلها تتغير لو استمر ترامب بشكل اهوج ان هو ياخذ هذه القرارات وانه يوقع عقوبات شديده على السعوديه، لان السعوديه مثلما وصفت وزاره خارجيتها انها ليست جمهوريه من جمهوريات الموز. السعوديه بتصف نفسها انها واحده من اقوى 20 اقتصاد في العالم او اكبر 20 اقتصاد في العالم، وان لما بيتجمع التوينتي اللي هو مجموعه قمه العشرين السعوديه بتبقى موجوده، السعوديه تقدر تاثر في النفط، السعودية ممكن تعدل علاقاتها بكرة مع طهران. طب هل السعودية تملك أدوات إنها ترد رد عنيف على أمريكا وتوجعها إذا قررت إن إذا فكرت أمريكا أن توقع عقاب؟ السعودية تستطيع، السعودية تستطيع أن تعيد علاقاتها مع طهران غدا وتبقى في صلح، السعودية تستطيع إنها تضغط على أمريكا تروح جايبة لها روسيا وتروح عاملة قاعدة عسكرية في تبوك في شمال العراق في شمال السعودية على تماس مع العراق ولبنان. السعودية ممكن تعيد علاقات قوية مع حزب الله ولا تجعله من المنظمات الإرهابية. السعودية تستطيع أن تقلل من إنتاجها من البترول. السعودية تستطيع أن تسحب بصورة أو بأخرى من استثماراتها في السوق الأمريكي البالغة 800 مليار دولار. ففكرة ان امريكا توقع عقاب على السعودية دي فكرة صعبة، خاصة ان السعودية موقعة اتفاقيات تتجاوز 400 مليار دولار صفقات مع ترامب، وده بتوفر الاف فرص العمل. النهاردة ترامب بيقول انا خايف لو وقع العقوبة على السعودية يتأثر حجم التوظيف في الداخل الامريكي. هناك ازمة كبيرة مستعرة. النهاردة المانيا وبريطانيا وفرنسا بيسموهم الثري بيجرز او الثلاثة الكبار او قادة اوروبا، بيبعتوا النهاردة بيان للسعودية بيقولوا لها لو سمحتي عاوزين نعرف ايه اللي حصل مع جمال خاشقجي. فالسعودية النهاردة في مزنق، هي في مزنق لكنها في نفس الوقت مش ضعيفة او انها لا تملك قدرات. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المشهد وايه التوقعات اللي ممكن تسفر عنه الايام القادمة، وهل نحن امام مشهد حقيقي ام مشهد مفتعل عبارة عن عض الانامل او سياسة كان بيتبعها وزير الخارجية الامريكي الاسبق اسمه جون فوستر دالاس، اللي هو سياسة حافة الهوية. عارف لما انت تجيب البني ادم كده وتروح موصله خلاص هتغرقه وتروح مرجعه تاني. هل امريكا بتعمل ده مع السعودية؟ معايا على التليفون استاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. مساء الفل دكتور طارق. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. هل نحن امام ازمة حقيقية في العلاقات الامريكية السعودية ام نحن امام ازمة مفتعلة لان امريكا تريد ان تحصل على مزيد من المكاسب؟
لا هي طبعا أزمة حقيقية وأزمة هيكلية، يعني في استراكشر نمط العلاقة ما بين الجانب الأمريكي والسعودي. بدأت كما تعلم حضرتك بتصريحات عبثية من قبل الرئيس الأمريكي بشأن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة على السعودية، ومرت بقضية الصحفي. وفي التفاصيل ما بين القضيتين طبعا هناك تفاصيل أخرى متعلقة بنمط العلاقة وتوجهها في هذا التوقيت. يعني الآن الجانب السعودي ليس في مأزق حقيقي، برغم كل ما تشاهده من يعني حرب تكسير العظام ما بين الجانبين ومحاولة لممارسة أكبر ضغوطات أمريكية على الجانب السعودي. نظريا أتفق مع حضرتك في كل ما ذكرته، وأنا أستمع للمقدمة اللي حضرتك أشرت بيها أستاذ محمد، أن السعودية تملك وسائل هأضيف عليها ما بين قوسين رادعة إذا أرادت، لكن تبقى بعض الحلول نظرية في إطارها النظري. بطبيعة الحال هي مطروحة وتستطيع أن تكون رادعة في يعني في تأثيرها وفي تداعياتها المباشرة على الجانب الأمريكي، ولكنها تحتاج اليوم إذا سألتني قولا واحدا، تحتاج إلى إرادة سياسية من قبل الأشقاء في السعودية. والإرادة السياسية متوافرة بطبيعة الحال لاعتبارات متعلقة بما يملكه الجانب السعودي من أوراق ضاغطة بالفعل يمكن أن تقف بالأزمة إلى حدود معينة، ليس فقط بالنسبة للعلاقات مع أمريكا في موضوع الاستثمارات والصفقات وفرص التشغيل الداخلية وغيرها، لكن أعتقد أيضا الجانب السعودي لديه أوراق ضاغطة على المستوى الإقليمي، إن أراد أن يلوح بها فسيستطيع. الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وحنكة من الأشقاء في السعودية في التعامل مع الأزمة وحدودها وسيناريوهاتها ومساراتها، بمعنى أن مسارات الأزمة ما تزال موجودة وستدخل إلى منحنيات أخرى. هذه المسارات مرتبطة بأمرين، الأمر الأول هو ما تعانيه العلاقات الأمريكية السعودية من أزمة متعلقة بفكرة الحماية وفكرة توفير الحماية اللي ذكرها الرئيس الأمريكي قبل قضية الصحفي. بالتالي القضية ليست في نمط الحماية والدفاع، ولكن ما تمثله السعودية من أهمية بالنسبة للجانب الأمريكي. جزء منها متعلق بقضايا داخلية تتعلق بقضايا الحقوق والحريات وتمر بإشكالية الخلافة وغيرها من الأمور، محل يعني نقاش أمريكي سعودي مسكوت عليه وتم طرحه في زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان في أمريكا، زيارة طويلة والتي يعني تعرف فيها على المجتمع الأمريكي وأدار حوارات متعددة هناك مع مراكز التأثير والنفوذ في مراكز وبيوت الخبرة الأمريكية، وأصبح لديهم تقييمات حقيقية عما يجري في الشقيقة السعودية في هذا التوقيت. الأمر الثاني هو قدرة السعودية على تنويع مصادر تعاملها مع الإدارة الأمريكية، على اعتبار أن هذه الإدارة يعني لم تتربص بالسعودية فقط أستاذ محمد، إنما طبعًا تربصت بالعالم، بالصين، تربصت بروسيا، بالعالم كله من خلال الحلفاء الأصدقاء والأعداء، وبناء عليه لا يجب يعني التناول هنا من منظور تربص بالحالة السعودية فقط، لكن ربما تكون تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الحماية وردود فعل الأمير محمد بن سلمان في إطاره. لكن بقيت قضية الصحفي، وقضية الصحفي هذه قضية مفتوحة على مصراعيها تتجاوز بقى توجيه الاتهامات. كل السيناريوهات مفتوحة، بس في المقابل إيه اللي خلى النهاردة بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، قادة دول أوروبا يبعتوا بيان للسعودية يقولوا لها عايزين نعرف ماذا جرى في ملف الصحفي كمال خاشقجي؟ لأنه بالتأكيد السعودية ليست دولة صغيرة، والسعودية دولة مهمة زي ما حضرتك أشرت وتكرمت، ودورها في الاقتصاد العالمي مهمة وحركة أسواق البترول وغيرها. لكن أنا أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي الآن يريد أن يسجل مواقف يعني مختلفة عن موقف الإدارة الأمريكية، وجاءت السعودية ضمن هذه الملفات، لأنه حضرتك تعلم موقف دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا تحديدا من الاتفاق النووي ومرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي وحتى منظومة العقوبات التي سيتم إقرارها على الجانب الإيراني. فالموقف الأوروبي هو موقف داعم، لكنه موقف مصلحي نفعي،
يعني صحيح أنه يعمل لجانب الشقيقة السعودية في هذا التوقيت، لكن يجب تفهم أبعاده من خلال المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط وفي الإقليم، ومع السعودية تحديدا في هذا الإطار. وكأنهم يقولوا للرئيس الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي له مواقف ربما ستعارضك من الآن فصاعدا. هناك خلافات كما تعلم أستاذ محمد، خلافات حقيقية داخل نعم بين أوروبا و... وطبعا في الاتفاق النووي ومراحله، ثم في الأمن الأوروبي، وفي قضايا محل يعني خلاف وتباين كبير بين الأوروبيين. طب هل الأزمة في قادم الأيام شايفها إزاي؟ هل هي ستنتهي؟ هل هي فقاعة؟ هل هي يعني أعتقد أنه تغريدات الرئيس الأمريكي خلال 48 ساعة تشير لحضرتك إلى أن الأزمة سينحسر تأثيرها في الفترة المقبلة، وربما تكون هناك أنصاف حلول وأشبه خيارات في التعامل مع الأزمة. تأكيد الرئيس الأمريكي بنمط العلاقات مع أمريكا وتأثر الداخل الأمريكي في حالة طبعا تلويح الجانب السعودي، هم يملكون، يعني أشرت إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية تستطيع أن توجع الإدارة الأمريكية، توجع وتبقى قرارات مؤلمة للغاية. وأعتقد ده مطلوب الآن في فكرة التفاوض مع أمريكا ومع رئيس يتكلم بمنطق حسابات المكسب والخسارة. فأعتقد أنه الأشقاء في السعودية لديهم أوراق ضاغطة وأوراق حقيقية، وأعتقد أن الأزمة ستنحصر وسنلجأ إلى الخيارات البديلة في أنصاف حلول متعلقة بتسوية مشكلة. وأنا بشكرك الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير في العلاقات الدولية. وقبل ما ننهي النقطة دي، عايز أقول لك مثلا السعودية تستطيع أن تفتح عندها، السعودية مثلا بتشكل الدولة الأكبر في العالم في استهلاك السلاح الأمريكي، تستطيع ان انت تستبدل امريكا كسعودية بالتعامل مع السلاح الروسي والسلاح الصيني. هي دي ما بتبقاش قرارات سهلة كده، لان بتدخل فيها صراعات وحسابات شديدة التعقيد. ابسطها مثلا تدريب الجيش السعودي، هو واخد على السلاح الغربي الامريكي، طب يتدرب على سلاح روسي على سلاح صيني مثلا يعني. الحاجة التانية ان انت عايز توجع امريكا اكتر، فتقول خلاص انا هجيب قاعدة عسكرية روسية في السعودية في تبوك. طبعا ده ممكن نظريا، بس عمليا هل دخول الحمام زي خروجه؟ يعني انت لما تجيب قاعدة روسية، طب افرض عايز تخرجها، تقدر تخرجها بسهولة؟ ما تشكلت بقى واقع على الارض. طب هل عندك 800 مليار دولار استثمارات سعودية في امريكا، هل سحبها كده هيتم بسهولة؟ ما انت لو سحبتها مرة واحدة ودي اسهم في شركات، هتتراجع سعر الاسهم، ما انت اللي هتخسر ايضا. بمعنى ايه؟ كلاهما ستخسر، السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أتفق مع قاله الأستاذ الدكتور طارق فهمي إن إحنا سنذهب إلى أنصاف الحلول، خاصة جمال خاشقجي ليس هو الشخصية الأكثر أو الأكثر بروز. جمال خاشقجي مثلا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، متعاطف وموالي ومؤيد. عايز أقول لك مثلا جمال خاشقجي اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة كإنسان، لكن مثلا معادل ثورة 30 يونيو، رافض الحكم في مصر، بيؤيد جماعة الإخوان المسلمين وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي. بس انت لازم ده يبقى في الخلفية عندك يعني. بس انا بشرح لك مشهد في العلاقات الدولية. طب انا بشرحه لك ليه؟ لان لو السعودية ذهبت الى الاجراءات اللي بقولك عليها دي، شكل المنطقة تتغير. ما هو بدل المنطقة تميل الى التوتر نتيجة الصراع السني الشيعي، الصراع ما بين السعودية وما بين ايران، لا، الامور لو بقت سوا سوا وسمنا على عسل والدنيا بقت زي الفل بين طهران والرياض، الدنيا كلها هتتفكك يعني، او الدنيا كلها تبقى اكثر بساطة. لكن خلينا نشوف المشاهد، لان لن امريكا ستسمح انها تخسر. ترامب رجل اعمال، هو بيبتز السعودية لاقصى درجة، فقدر يجيب قرشين زيادة جاب، ما جابش خلاص، لكن مش هيخسر اللي جابه. دي عقلية البيزنس مان. فانت لا تتعامل مع رئيس سياسي او مسيس، انت بتتعامل مع رجل اعمال يدير اكبر دولة في العالم كشركة متعددة الجنسيات او كشركة انترناشونال دولية. وبالتالي انت لو عملت صفقة مع ترامب او حسسته انه هو هيخسر الاموال اللي جناها من السعودية، لا، هيتراجع فورا يعني، ده متوقع يعني. لكن السعودية تمتلك اوراق، عشان كده انا حبيت الفت الانتباه ليه، مش لأنها أزمة سعودية أمريكية أو لأهمية السعودية في المنطقة، لا، علشان شكل الإقليم ممكن يتغير لو اتخذت فيه خطوات إجرائية كبيرة.
خلي بالك على حس الأزمة مثلا مع طهران ده أدى إلى إيه؟ إلى ارتفاع سعر النفط، برميل البترول تجاوز مثلا ال 84 دولار. خلي بالك الحكومة المصرية كانت مسعرة كام في الميزانية الجديدة؟ 67 دولار للبرميل. طب لما يطلع ل 84 دولار، ده معناه مثلا إن بنزين 92 الحكومة بدل ما كانت بتدعمه بجنيه و10 ساخ أو جنيه و40 قرش قفز ل 2 جنيه حاليا كده. حتى هتلاقي الجرايد المصريه الحكوميه تحديدا 90 ل 95 للسولار والكلام ده، ادى فرصه لانتشار شائعه ان الحكومه قريبا جدا سترفع اسعار البنزين والسولار. طبعا الحكومه نفت ده قولا واحدا. ليه يا اخوانا؟ اولا ما تقدرش هي ترفع كده فجاه، احنا واخدين قرار واتفاق مع حكومتنا. ايه هو؟ ان في اول يوليو من العام القادم هيتم رفع اسعار الطاقة سواء كهرباء او بنزين او سولار مع بداية الموازنة الجديدة. لكن الحكومة نفت النهاردة وانا مصدق ان فيها طبعا. بس انت عارف دولة معرضة، عندك دولة معرضة لشائعات كتيرة جدا، فكان من ضمنها هذه الشائعة اللي نفاها مجلس الوزراء النهاردة وانا بأكد عليها، حتى شائعة سخيفة يعني ليس لها محل من الاعراب، لكن عليك ان انت يعني تشوفها وتتعامل معها. هل الحكومة نفت بس زيادة اسعار البنزين؟ لا، الحكومة نفت طرح حدائق انطونيادس بالاسكندرية الاثرية للبيع بمزاد علني. الحكومة نفت اجبار المشاركين في المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي على التبرع للدم. تعالوا نشوف النهاردة تقرير نفي الشائعات اللي بيعمله المركز الاعلامي التابع لمركز دعم واتخاذ القرار، دعم القرار والمعلومات التابع لمجلس الوزراء، بتلخبط فيه وطالبتهم يغيروا اسمه، ايه الاسم البتاع ده؟ طب ما يختصروه في كلمه مثلا. لكن تعالوا نشوف هذا التقرير، وبشكر القائمين على هذا المركز الاعلامي وتحديدا دكتوره نعيم زغلول لانها قايمه بدور كبير جدا هي والزميل العزيز هاني يونس. نطلع نشوف هذا التقرير. مسمار البطن، هل سترتفع أسعاره قريبا؟ وأقصد به الفول.
الفول اللي تقلصت مساحته المزروعة من 500,000 فدان إلى 190,000 فدان. السؤال: لماذا تقلصت المساحة المزروعة؟ هل بسبب مياه الري؟ طيب هل التأثير ده هينعكس على بقية البقوليات في السوق المصري وهتشهد ارتفاع؟ طب ما احنا بنستورد وبنستورد من اكتر من دولة مثلا، طب ما نستورد ونسد العجز يعني. لكن ازاي الحكومة تخلي الأزمة يعني تخلق أزمة من لا شيء؟ علينا ان احنا نبحث أسباب تؤدي إلى ارتفاع سعر الفول، سواء الفول بقى المدشوش أو الفول المدمس، ونبحث عن بدائل سريعة قبل أن تستفحل الأزمة. خاصة الفول هو غذاء الفقير اللي موجود على عربية الفول الصبح، لما تمشي وتلاقي عربيات الفول والعمال واقفين عليها والفواعلية والطلبة والمدرسين والموظفين، طب ده هنروح فين بعد كده؟ ده مش بقى إلا الفول أمامنا يعني. معايا على التليفون الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي المعروف. مساء الفل دكتور نادر. مساء الفل يا استاذ محمد. لماذا تقلصت المساحه المزروعه من الفول من 500,000 فدان الى 190,000 فدان؟ والله يا استاذ محمد عايز اقول لك ان احنا من 30 سنه بس مش من بعيد كنا واحده من ثلاث اكبر دول في العالم مصدره للفول والعدس، وبعدين تدهورت زراعه العدس واصبحنا نستورد 100% منها، ثم تقلص زراعة الفول وأصبحنا من دولة مصدرة إلى دولة مكتفية ذاتيا، ثم بدأنا نستورد 30% إلى أنه في العام الماضي تقلصت المساحة إلى 130 مش 190 وأنه 130 ألف فدان، وأصبحنا نستورد 70% من الفول. عفوا، الفول كمحصول شتوي المنافسة في الشتاء صعبة قوي ما بين المحاصيل وبعضها، وبعدين من بعد ما تم تحرير إيجار الأراضي الزراعية من نحو 20 سنة، بدل ما الفلاح كان بيدفع 70 جنيه في السنة إيجار الفدان، أصبح النهاردة بيدفع على الأقل 5000 جنيه إيجار الفدان. يجي في الموسم الشتوي يمكن إيجار الفدان ده يزيد لستة لسبعة آلاف، لأن المحاصيل المطلوبة اللي بتتنافس في الموسم الشتوي القمح والبرسيم والفول وبنجر السكر، ومعاهم بقى شويه حمص على شويه حاجات كده ضعيفه، وما عادش فيه عدس خلاص بنستورد 100. فاصبح الفلاح النهارده عشان يجيب الايجار الغالي للفدان بيدور على اكبر حاجه تجيب له دخل، اكبر حاجه بتجيب له دخل بعد ما اللحمه بقت ب 160 جنيه. ياسر محارم جهزه لي يا زوام. اصبح النهارده انه البرسيم هو الاعلى في الدخل في الزراعات الشتويه، خصوصا انه بعد ارتفاع اسعار اللبن، بعد ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، فاصبح النهارده انه المزارع بيقبل على زراعه البرسيم اللي الفدان يمكن يصفي معاه 20,000، ويجي بعديه القمح، وبعدين الفول كان ب 12 جنيه الكيلو، كان التاجر بياخده من الفلاح ب 5 جنيه، يعني هو بيجيب طن طن وربع، يعني الفلاح لو زرع فول هيجيب له 6,000 جنيه. نعم. انما لو زرع قمح يجيب 12، لو زرع برسيم يجيب 20، لو زرع بنجر يجيب حوالي 18 ل 20، فاصبح الفلاح في حالة تراجع، فقفز سعر الفول من 12 جنيه البلدي إلى 20 جنيه. نعم. والفول المستورد من 6 جنيه أصبح ب 12 وب 13 جنيه. وبعتقد إنه ارتفاع أسعار الفول المستورد مش عارف إيه سببها، هو ما ارتفعش في البورصة العالمية. ما ارتفعش في البورصة العالمية؟ لا ما ارتفعش، وأعتقد إن الارتفاع اللي حصل في السوق المحلي ده حتى في منتجات الخبز برضو، القمح مستقر جدا في البورصة العالمية، وانا فوجئنا بارتفاع اسعار المخبوزات كلها حوالي 50% رغم ان القمح مغليش. الفول قفز من 6 الى 12 و13 المستورد، فده على طول قام واخد معاه الفول البلدي اللي كان ب 12 بقى ب 20، فبرضو الامر محتاج مراجعة من الجهات الرقابية علشان نشوف كده. وفي نفس الوقت طب بعيدا عن الجهات الرقابية، هل الحل مش في الاستيراد يا دكتور نادر؟ يعني هل الاستيراد ما يحلش الأزمة ويسد الفجوة؟ ما احنا بنستورد 70% حاليا دلوقتي يا استاذ محمد من ال طب ايه اللي خلى الفول يزيد سعره؟ ما هو يعني طالما انا بستورد حجم الفجوة وبسدها، ايه اللي ادى الى ارتفاع سعر الفول علما بانه لم يرتفع في الاسواق او البورصات العالمية؟ وقفز فجأة من 6 7 جنيه الى 12 و13 الفول المستورد. يعني انا مستغرب لان انا بتابع اسعار القمح واسعار الحبوب والبقول بشكل عام اسبوعيا، لم اجد اي تحريك في الاسعار العالميه لا للقمح ولا للفول. تفسيرك ايه؟ ما انت الخبير الزراعي يا دكتور نادر. لا ده شغل تمويني محتاج انه يتراجع، يعني هل تم فرض رسوم اداريه زياده في الجمارك؟ هل اسعار الدولار في مثلا
الدولار الجمركي اللي بنستورد لسه فيه ثابت عند 16 جنيه مش عارف هل 16 ولا 17، انما في حاجه ضعف سعر الفول المستورد وفي شهر واحد فقط، وده خد معاه الفول البلدي. انت عارف زي ما انت فضلت الفول ده مش فول وبس، ده فول وبقى وطعميه وكل بقى حاجات كتير قوي للشعب المصري، الفول بيعملوها بصاره وبتاع حاجات كتير قوي من منتجات الفول. طبعا ده خد معاه كمان الفاصوليا البيضاء واللوبيا الجافه وكل البقوليات، لانه دي سلسله اصلها دايما نقول عليها سلسله الغذاء مربوطه ببعض، اي سلعه تقفز تاخد معاها يعني البقوليات كحزمه بتاثر في بعض كلها. والحبوب يعني اول ما القمح غلي الدقيق غلي في السوق المحلي ولقوا الليفران زودت 50% في الاسعار، بصينا لقينا البقول بعدها على طول بترتفع كلها بالكامل مش الفول بس. نعم. الفول والفاصوليا واللوبيا والحمص، الحمص وصل ل 40 جنيه ومش معروف برضه السبب ايه برضه. يا دكتور نادر انا عايز اقول لك التفسير، ما احنا عارفين الاسعار. لا التفسير ان انا ما عنديش مساحات في الشتاء ازرع فيها فول، لان العائد منه كان التاجر بياخد الطن كيلو من الفلاح بيشتري منه ب5 جنيه وهو يتباع للمستهلك ب12. نعم. فاذا 5 جنيه يعني الفدان هيجيب للفلاح 5000 جنيه في الزرعه في 6 شهور، طب انا مأجر الارض ب5000، فبالتالي بدا ما يزرعش الفول وتقل المساحه جدا. فمن هنا لازم نوفر مساحه نقدر نزرع فيها. هو الفول عشان نعمل اكتفاء ذاتي محتاج 500,000 فدان. احنا السنه اللي فاتت زرعنا 130,000، وادي الموسم الشتوي اللي جاي الشهر الجاي هنبدا نزرع الفول فيه، شكله مش هيكمل 80 70 80,000 اذا الدوله لم تجد حلا لانه زراعه الفول وانا للفلاح. كرك دكتور نادر نور الدين خبير الزراعه والموارد المائيه، وعايز اطير بيكو الى بكره. عايز افكرك ان بكره انتهاء المهله اللي حددها وزير الماليه لسداد الضريبه العقاريه دون غرام التاخير. انت هتدفع ضريبه عن السنوات من 2013 ل 2018، لو رحت بكره هتدفع المده دي بدون غرامه، هيحق ليك ان انت تقسط بدون غرامه، حاجات مميزات كتيره. بكره اخر يوم لسداد الضريبه العقاريه، بينما العقار بتاعك ملكك الوحيد المعفى معاك مهله لحد ديسمبر القادم. معايا على التليفون دكتور احمد شوقي رئيس الجمعيه المصريه للضرائب. مساء الفل دكتور احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. بكره اخر يوم، هل تعتقد ان وزاره الماليه هتمد المهله ولا ده كلام هو نهائي؟ هو في كلام ان ممكن تتمد لحد اخر السنه. اخر السنه نص يناير ده في كلام بس ده مش مؤكد. يعني طب وليه يسيبوا الناس لحد دلوقتي؟ طب ما يعلنوا ده وخلاص يعني. والله بقى انت عارف جايز الضغوط، جايز في اتجاهات، انما المفروض ان هي كانت المفروض لحد دلوقتي تخلص بكره. تخلص بكره. المفروض اللي عنده سكن واحد معفى مهلته مدى لحد اخر ديسمبر. بالظبط لحد اخر ديسمبر سنه 2018. 2018 2018. السؤال بقى، المواطن اللي هيروح بكره عنده اكتر من وحده سكنيه هيعمل ايه مع بتاع الضرايب؟ يقول له ايه؟ يقول له عايز اقسط ولا ادفع كاش ولا ايه؟ هو في دلوقتي في حاجتين، اولا في اللي هي قال لك زي ما حضرتك بتقول في تقسيط، تدفع 2018 واي سنه قبل كده وتقسط الباقي. ده ممكن. ممكن تقسيط سنتين والثلاث سنين باقيين يدفعوا، يعني هتدفع السنه دي وسنه قبل كده لان 2018 اصبحت مستحقه، وتدفع سنه قبل كده وممكن تقسط الباقي. بس عايز اقول لك ان في لا يزال لغط حول قانون الضريبه العقاريه في الشرع المصري، مش قابلين القانون ده. خلي بال حضرتك القانون ده من اقدم القوانين الموجوده في مصر. من ايام محمد علي. من ايام محمد علي سنه 1848. وسنة 1883 ده كان أكبر مورد أو أكبر إيراد مصدر كان 5 مليون جنيه، وكانت ميزانية مصر 8 مليون جنيه، فكان بيمثل تقريبا 70-80% من الإيراد. نعم. دي موجودة. وطبعا اللغط نتيجة عدم التوعية، يعني المفروض التوعية بوجود هذا القانون. القانون ده من زمان من سنة 2008. يعني قلة التوعية بيه أدى إلى أنه يبقى مسار لغط بهذا الشكل؟ طبعا طبعا، لأن الناس كلها مش عارفة أصله إيه وفصله إيه وإزاي يدفع. والمفروض كان فيه وعي
اكتر وتوعيه، واحنا بين في اخر شهر او اخر شهرين نبتدي نقول الناس تعالي ادفعي والا هتدفعي غرامه. الناس يعني مرتبه امورها بكره دكتور احمد برضو. اه طبعا، ما هو دلوقتي خلي بالك احنا ده المفروض كان 30/6 احنا مديناه لحد 15 اكتوبر، يعني تقريبا 3 اشهر ونص يعني. طب هل في نسب اقبال كبيره دكتور احمد ولا شايف النسب ضعيفه؟ والله هو في لا مش كتيره، لا اكون امين معاك مش كتيره. مش كتير، يبقى احنا محتاجين نقنع الراي العام دكتور احمد. طبعا، وبعدين خلي بالك هو كمان اللي مش هيدفع بكره هيعرض نفسه لغرامات. غرامات اللي هي فايدة البنك المركزي زائد 2% زائد 2% زائد ضرايب. وبعدين بس هو القانون ادى حاجة برضو، يعني الناس المتعسرين غير قادرين، القانون قالك بقدم طلب ان انا غير قادر على سداد الضريبة والحكومة بتدفع ضريبة بالنيابة عامة، فعاملين تيسير للناس غير قادرين او ما يقدرش يدفع الضريبة كلها او بتاع. لا برضو الناس دي لازم تستغل هذه الميزه ويقدموا طلب ويحاولوا بقدر الامكان يعني عشان يبقى فيه تيسير للمواطنين وفي عداله اجتماعيه بين الناس كلها. متفق معك وبشكرك دكتور احمد شوقي رئيس الجمعيه المصريه للضرايب. وتعالى ماخدك من الضرايب والفول، ما تيجي نشوف خبر حلو كده. عندنا مطار جديد هيتم تشغيله التجريبي غدا الاثنين، ده اسمه مطار سفنكس. مطار سفنكس على حوالي 25,000 متر مربع تقريبا، يبعد عن منطقة الأهرامات حوالي 12 كيلو. بتتكلم في مربط للطائرات بمسطح 126,800 متر مربع، يتسع لتسع طائرات، تكلف في حدود 17 مليون دولار، حوالي 300 مليون جنيه. احنا عندنا فيديو جميل عن هذا المطار، هتعرضوه يا شباب؟ قربوا تعالوا شوفوا الفيديو ده عن مطار سفنكس. العاصمة بقى فيها مطارين يا اخوانا، ما بقيناش حيلة المطار الوحيد اللي تروحه وقعد مزنوق وزحمة وصلاح سالم والدايري، لا عندك مطار تاني دلوقتي في غرب القاهرة، يبقى عندك في شرق القاهرة وعندك في غرب القاهرة. تعالوا نشوف هذا المطار. يحق لأبناء السيد الرئيس الأسبق حسني مبارك أن يدافعوا عن والده وعن 30 سنة اللي أمضاها في الحكم. النهاردة مثلا أحد المواطنين دخل على حساب الأستاذ علاء مبارك نجل الرئيس حسني مبارك وقال له أن ما فعله والدك في سيناء وأهماله لها طوال 30 سنة أدى إلى أنها تكون مكان أو وقر للإرهابيين. طبعا دخل علاء مبارك ودافع عن والده وقال هي مش جنوب سيناء وكل التنمية اللي تمت فيها حتى أصبحت على الخريطة العالمية للسياحة ومركز عالمي للمؤتمرات وكانت موردا هاما للعملة الصعبة، مش دي جزء من سيناء ولا مش تبعنا؟ نشكر من سبق على هذا المجهود ونشجع ونعمر جزء آخر من سيناء، ولا هو النقد والسلام. عايز أروح لسيد علاء مبارك وأقول له طبيعي ان انت كابن بار بوالدك ان انت تدافع عنه هذا الدفاع، بس ده دفاع الابن، بينما انت عليك ان تلتمس العذر لينا كمواطنين. لو انت مواطن، وانا بتكلم هنا كمواطن، طبعا انا لا انتمي باي صله قرابه للسيد الرئيس الاسبق حسني مبارك، بس فعلا اتثابت سينا 30 سنه، حتى هناك اراء قيلت ان كانت هناك ضغوطات امريكيه اسرائيليه على الرئيس الاسبق حسني مبارك، انا بقول لك اراء قيلت
ما بقولش ده معلومة ولا الكلام ده، ان هو يسيبها سينا بهذا الشكل. بس تخيل يا استاذ علاء ان لو السيد الوالد قام كل سنة بس بعمل تنمية في كيلو متر مربع واحد، اكيد سينا طوال 30 سنة كانت عمل فيها شغل كتير. لكن انت سبتها بالكامل، انت عملت فيها تنمية سياحية، بس السياحة ما بتعملش، هي مصدر دخل بس ما بتعملش شغل للمكان. انت عايز تعمل مجتمع عمراني متكامل، صناعي اقتصادي زراعي سكني عمالي، يعني انت محتاج مدينة مدن بالكاملة. لكن انت بتروح شرم الشيخ كم فندق وسياح وشاطئ وشكرا، لكن مفيش مجتمع حضري متكامل حواليه. لا، الرئيس الاسبق حسني مبارك تجاوز او ان لم يكن تجاهل تنمية سيناء طوال 30 سنة. وإذا كانت هناك محاكمة أو محاسبة سياسية للرئيس الأسبق حسني مبارك كان سيوضع فيها أنه أهمل وأغفل طوال 30 سنة تنمية سيناء. دي مسألة ما فيهاش نقاش. شكرا على التنمية السياحية اللي حصلت، بس ده رافض واحد من روافض التنمية. بينما انت بتتكلم فين التنمية الزراعية، فين التنمية الصناعية، فين خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحول جزء منها الى نشاط صناعي. كل ده ما حصلش. احنا سيبنا سينا سداح مداح. سينا زي ما استلمها الرئيس الاسبق حسني مبارك رجعها زي ما هي، وسبب بعد 30 سنة ما فيهاش الا تنمية سياحية فقط. الكام فندق الموجودين شكرا. بتتكلم عن جنوب سينا، لكن ماذا عن شمال سينا واللي اصبحت مرتع ليه وواكر للارهابيين؟ ولولا العملية الشاملة سيناء 2018 لا كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة، وكادت سيناء أن تقتطع من مصر. وجرت محاولات منها، محاولة في عهد والدك الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما تدافعت عناصر من حماس وحاولوا يقتطعوا جزء من أرض سيناء. وسيناء لا تزال هي المعادلة الصعبة، إن هم بيحاولوا يحلوا القضية الفلسطينية على حساب مصر، اقتطاع جزء من سيناء. تخيل لو أنت شغلت سيناء، لو أنا طوال 30 سنة أسكنت بس أسكنت 100,000 كل سنة، أنا كان زمان عندي 3 مليون. لو تكاثروا وعاشوا والكلام ده كان زمان عندي 7 إلى 10 مليون نسمة. لكن الحقيقة لا. فأنت ما تزعلش، أنت بتدافع من حكم إنك الإبن، لكن رأي المواطن مختلف تماما عن رأيك. أنا حبيت أقوله لك على الهوا وما حبيتش أقوله لك على تويتر، وأتمنى تكون رسالته وصلت. في تقدير لوالدك، واحنا بنتكلم في حرب اكتوبر، قائد الضربة الجوية، احنا نقول اللي لينا واللي علينا. هو رجل اشتغل، بس هناك جانب كبير جدا كان مقصرا فيه، ومن بينها عملية تنمية سيناء. هنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل نكمل فقرات المصرف أفندي.